باس كرة تتعدى يمشي فيها نيستا يبعد على خديرة من المرات الأولى اللي يبعد فيها على السامي كرة ممتازة واحدة اثنين خطيرة جدا وماذا هناك الحكم يقول العب كرة في لعب بالنار أي لعب بالنار هذا لعب سمحني بالماء فرق وهي مادة خطيرة خطيرة جدا حذار إنها تحرق إنها تحرق شوف لوندوس شوف الكرة شوف المهارة ما فيها شيء ما فيها شيء هوزدم فيه هوزدم فيه نيستا على سيرجيو راموس هاتوا جمال الشريف يشهد يؤكد يفتي في الكرة نحن هنا نتابع وفي رأي لا ألزمكم به ليست بينالتي للبرشلونة ترجع المباراة بالنسبة للبرسا يضغط لكن يلزم يعمل حسابات المرتدات إنه أي كرة توصل رونالدو ممكن ينهي الفاينل أو دي بايون هذه الكرة فيها قرار بخطأ لكارتاس بطاقة صفراء ضد دي بايون مرت سليم على التوغول الفكرة ما يميز اللاعب دي بايون عن من ديبال لأنه شفته أيضا في أحد الماتشات دخل على طول بعد تقديم ضرب ورقه صفراء مجانا ورقه صفراء حرام في عرف كره القدم في مثل هذه المباريات يا ايمانويل وانت لعبت على مستوى في البريمير ليج مع فريقي مانشستر سيتي